نبيل بقى ورقة خسران، كارت محروق. أنا ما عنديش شك إن اللي جاي كله بتاعك أنت. وعشان كده هتطلقي من نبيل وتتجوزيني يا عايدة، مظبوط؟ مش لازم طلاق. مين في العيلة دي يستاهل إنه يفضل غيره؟ التلفان؟ ولا المجنون؟ ناوية تعملي فيهم إيه يا عايدة؟ فكر براحتك وخد قرارك، وأنا من ناحيتي هدور على سكك تاني. مين عارف، يمكن نقدر نوصل للورث، وساعتها ممكن يفضلوا معانا، مش هيخسروا. أورفوار يا حسين، هشوفك في البيت.